نتعرف باسم حضرتكم وما هو مجال عملكم واختصاصكم. أنا رئيس الغرفة التجارة والصناعة لولاية مصانع من الجزائر، وأنا اختصاص تاعي هي المواد الكيميائية والكوسمتيك. أهلا وسهلا، كيف رأيتم مؤتمر التراب والقائمين على التنظيم، وهل لديكم أفكار جديدة لتطوير هذا العمل؟ حنايا قبل الكوفيد جينا، هذه المرة الثانية اللي أنا جاني التراب، دونك حنايا عندنا تجربة هنايا معكم وعندنا اتصالات معكم، وعندنا الشركة التركية راهي تعمل في الجزائر وهنا أنا في اتصال مع الشركة تاعكم. كيف رأيتم تركيا وهل تفكرون بالعمل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري في تركيا؟ تركيا هي بلد كبير وبلد قوي في مجال الصناعة، في مجال الإنتاج، في مجال السياحة خاصة، وهنا كاع الجزائريين كمية كبيرة من الجزائريين يجوا العطلة تاعهم هنايا في تركيا. شكرا، هل تريدون توجيه كلمة لتركيا وجمعية التراب من خلال هذا المؤتمر؟ أنا نظن باللي الجزائر وتركيا هي في قلب واحد، وحنا عندنا علاقة متينة مع تركيا، ولازم تركيا تجي تعاوننا في مجال السياحة. إن شاء الله.